أهلين وسهلين بالجميع. اليوم الحلقة السادسة من سلسلة قتال الوحوش القوية، وبس ما بديش أطول عليكم المقدمة. لا تنسوا تتابعوني على التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة في جرس التنبيه، حطوا لايك وانشوا المقطع. استمتعوا بالمقطع. أهلين أهلين أهلين. إن شاء الله اليوم راح نتحارب ضد اثنين مونسترات، والشيء اللي خلاني أعمل هيك هو إنه في مونسترات كثيرة، مشان أخلصهم بسرعة لازم أخذ اثنين اثنين، وطبعا لما نوصل لآخر واحد راح نبلش نأخذ واحد واحد من الجدد اللي راح يجوا. طبعا شيء لازم تعرفوه، دائما لما بيجي مونستر جديد راح نأخده قبل ما نكمل المونسترات اللي لساتنا ما عملناهم. اليوم ضال لنا ثلاث مربعات، يعني المونسترات تبع المربعات، واحنا راح نتحارب ضد اثنين منهم. الاول راح يكون الناري والثاني راح يكون المائي. خلينا نروح لعند المائي، راح نشوف انه راح نلاقيه في مدينة النزومة هون بالضبط. للناس اللي فاتحين النزومة راح يعرفوا وينه بالضبط. طبعا لازم يكون رانكك 35 اقل شيء مشان تقدر تفتح مدينة النزومة. نجي لعند المونستر، هيك وصلنا عند المونستر. قبل ما ندخل نتحارب ضده نختار الفريق الصحيح والاقوى ضد هذا المونستر. طبعا اقوى عنصر ضد هذا المونستر هو الماء بدون منازع، فيفضل تستخدموا شخصيات مائية ضد هذا المونستر أكثر من شخصية مشان تقدروا تغلبوه بسرعة. طبعا راح نجرب هذا الفريق اللي عندي. الشيء اللي خلاني اختار هذا الفريق هو التفاعلات اللي راح يعملوا ضد هذا المونستر. نيجي لعنده ونبلش. زي ما بتشوفوا انه عنده درع ما بنقدر نضربه هلأ، لازم نكسر الدرع أول شيء، والطريقة اللي بنكسر به الدرع هو انه نضربه بالماء. خلينا نضرب نضرب، لا تتحرك كثير. اوف دمر لي فراسي كلها. استنى استنى، لازم انتبه ما تموت لهي الشخصية. طب الله يخليك، وقف ولا تتحرك كثير. لا 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 لا، هيك كسرنا له الشلط. هلا بنقدر نضربه بس لازم نستنى لينزل. هيك نزل نقدر نضربه. هيك نقصنا له تقريبا كل فراسه، لازم نروح نكسر هدول الثلاثة. واحد اثنين ثلاثة، هي تكسرت لأنه حط الماء والماء قاعد بيضرب هدوك الثلاثة. فهي الشخصية اللي عندي في ايدي آيته قوية ضد هذا المونستر، خاصة لما بتحط الأولت تبعك في المكان في نص المكان عشان يضرب الأماكن الثلاثة بالماء. طبعا هدوك الثلاثة الكريستالات لازم تكون عندك شخصية مائية مشان تقدر تكسرهم. طبعا جربنا هذا الفريق بس، ولكن هذا مو أقوى فريق. شخصية نهدة ما راح تفيدكم كثير ضد هذا المونستر، فيفضل انه تختاروا شخصية ثانية ضده لو بدكم تربحوه بسرعة. خلينا نجرب فريق ثاني، نشيل هاد ونحط آية كمكانه مكانها، نشيل نهدة ونحط الشخصية مائية وينها، نحط هاي الشخصية مكانها، ورح نلعب بهذا الفريق. خلينا نجرب نلعب ضده مرة ثانية. طبعا رح نقتله أسرع لأنه التفاعلات تبع نهدة ما بتدمج كثير ضد المونستر. في العادة التفاعل لا تطلع ل 30,000 في الدمج، بس ضد هذا المونستر طلعت بس 13,000. هلا دخلنا في الجولة الثانية ورح نجرب هذا الفريق. طبعا ما عندنا شخصية آيتو، ولكن مو مطلوبة شخصية آيتو. هيك حلو، يلا تعال وقف، تعال تعال يا حبيب القلب تعال. حلو، هيك كسرناها، نكسر الثانية ونجي نكسر الثالثة. هلا لازم نجمع الأولت تبع هاي الشخصية. اوكي هيك جمعناها، خلينا تعال تعال وقف بسرعة. هيك اضرب، لا رجع لشكله الطبيعي الله يخليك. هيك قتلناه. حلو، يعني تقريبا نفس الشيء،
بس كسرنالو الشيلد تبعه أسرع بهذا الفريق، ولكن هو هذا المونستر بيهرب كثير لهيك رح يزعجكم شوي. زي ما قلنا شخصيتين ماء في الفريق، شخصية قوية وشخصية سوبورت. طبعا أي شخصية مائية فريقك تقدر تساعدك انه تكسر له الكريستالات نتبعه وتكسر له الشيلد نتبعه. طبعا الشخصيات النارية لا تستخدمها ضد هذا المونستر لانه النار ضد النار رح يعطيك صفر دمج. اما الشخصيات الثانية تقدر تستخدمها زي ما بدك. عنصر الماء هو اقوى عنصر، وكمان الثلج رح يساعدك ضد النار. وطبعا في فرقة كثيرة بتقدر تلعبوا بيها ضد هذا المونستر، بس اتجنبوا الشخصيات النارية زي ما قلنا، والشخصيات الهوائية، وكمان الشخصيات الدندرو. وهيك ابنوا فريق اسطوري ضد هذا المونستر. خلينا نروح للمونستر اللي بعده اللي قلنا انه راح يكون المائي. المائي كمان في مدينة النزومة، ولكن في منطقة ثانية هون. خلينا نروح له ونتحارب ضده. طبعا بعد ما تعملوا تلبورت لهون تتمشوا للمكان اللي بتلاقوا فيه المونستر. طبعا المونستر بيكون تحت الارض، فلما توصلوا لعند العالم تبعه لازم تنزلوا تحت الارض مشان تقدروا تلاقوه. هيك زي ما بتشوفوا وصلنا لهون، لازم تكون هون في حفرة ننزل منها وبنروح لعنده. هيك وصلنا لعنده. طبعا افضل فريق او افضل عنصر ضد هذا المونستر الثلج بدون منازع، ولازم تستخدموا شخصية ثلجية ضد هذا المونستر لانه راح يساعدكم كثير ضد وحوش صغيرة بيبعثها على نفسه مشان يهيل، فانتوا لازم تلحوا تقتلوا المونسترات. طبعا هذا هو الفريق اللي راح العب به. خلينا نيجي لعند المونستر ونبلش. طبعا ما بتقدروا تضربوه هلا، لازم تستنوا. هيك بتقدروا تضربوه. هذا المونستر صغير، هذا المونستر بيبعث له هيل، خلينا نكسر له راسه بسرعة. نجي لهون بسرعة. آخ ما كسرت له فراسه كلها، لساته بيقدر يتحرك. لو كنت عنده وضربته وما هربت منه. يلا 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 الله يخليك. هلأ لازم تنتبهوا وتهربوا مشان ما يجيكم دمج. بعدها بتجوا لهون تكسروا له راسه. هلأ شلتولو فراسه كلها. هلأ راح يبعث ثلاث مونسترات، لازم تروحوا تقتلوهم بسرعة. الشخصية الثلجية شو كيف راح تتكسر لها راسها بسرعة. تجي لهون، خاصة شخصية آيكا. شخصية آيكا أفضل شخصية ضد هذا المونستر. بهاي الطريقة خلصنا على المونستر. ندخل على الفرق. طبعا كل العناصر بتقدروا تستخدموها ضد هذا المونستر الا عنصر واحد وهو الماء، لانه الماء ضد الماء رح يعمل صفر دمج زي ما بتعرفوا. اما باقي العناصر بتقدروا تستخدموها زي ما بدكم. عنصر الدندرو رح يعطيكم تفاعل البلوم ضد المونستر، فرح تفيدكم كشخصية سوبورت. وطبعا افضل شخصية ضد هذا المونستر شخصية آيكا بدون منازع. طبعا بتقدروا كمان تختاروا شخصية غانيو، ولكن انا بشوف شخصية آيكا افضل شيء لانه بتروح لعند الوحوش صغار بسرعة وتقتلهم، يعني تعملهم دمج وتقتلهم. اما شخصية غانيو لازم تعمل تشارج اتاك تضرب المونسترات كلهم واحد واحد. وكمان بتقدروا تختاروا شخصية الهيلر ديونا لانه بتعمل شيلد ثلجي على جسمك، تقدروا تروحوا لعند المونسترات وكمان تدمجوهم بهي الطريقة. طبعا بتقدروا تستخدموا شخصية هيلر مائية زي كوكومي، ولكن الشخصيات السوبورت والشخصيات اللي بتعمل دمج كبير اختاروهم من عناصر ثانية زي الثلج والدندرو والكهرباء والنار والى اخره. هيك بنكون خلصنا شرح المربع الناري او المكعب الناري والمكعب المائي. وان شاء الله في المقطع الجاي لو اجا مونستر جديد رح ناخده، ولو ما اجا رح ناخد اخر مكعب موجود هو الدندرو، ورح ناخد معاه مونستر ثاني. وبس هيك بنكون خلصنا المقطع. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع وتكونوا استفدتوا من المقطع. لا تنسوا تتابعوني على التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة في الجرس نبيه، حطوا رايك وانشوا المقطع. نراكم في المقطع القادم. سلام.